يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من البرنامج الترند. أولى حلقات هذا الأسبوع، دايما البداية بتكون مهمة وأخبار كتير بتتعلق بالنادي الأهلي واستعداداته كمان خلال المرحلة الحالية للمباراة المقبلة أمام الترجي، أو المباراتين كمان، مباريات الذهاب والإياب في دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. عندنا تفاصيل كتير وكواليس كتير بخصوص الأهلي، وعندنا كمان بعض الجوانب المحلية والعالمية اللي ممكن نتطرق ليها في فقرات حلقة الترند النهاردة، وأمور مهمة هنتكلم فيها كمان بالتحديد في أول فقرة من فقرات البرنامج. لكن مهم دايما تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال الحلقة، وسؤال الحلقة بيتعلق بمباراة الترجي المقبلة، المباراة خلاص يوم السبت اللي جاي. فرأيكم أو شايفين إيه أفضل هدف الأهلي أحرزه في شباك الترجي خلال عدد كبير جدا من المباريات اللي اتلعبت ما بين الفرقتين، فرقتين كبار جدا ومن أفضل الفرق في قارة أفريقيا. تواصلوا معنا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، وفي الجزء الأخير كالعادة هناخد تفاعل حضراتكم. لكن دايما البداية بيكون ليها عناوين مهمة، نروح نشوف. في ترند الأهلي، الفريق يواصل استعداداته لمباراة الترجي، وحقيقة عروض الاحتراف للاعبي الأهلي، وأخيرا في الترند العالمي، منتخب إيطاليا يحقق رقما قياسيا بعد فوزه على تركيا. طيب طبعا اليورو ابتدى، وامبارح كانت اولى المباريات، والنهارده استكملت هذه المباريات، وبالتحديد النهارده في ثلاث ماتشات جامدين قوي، منهم مباراه انتهت كانت الساعه 3 العصر، بخلاف مباراه امبارح اللي ايطاليا بصراحه تفوقت فيها بشكل كبير قوي قوي امام تركيا، وكسبت 3-0 باداء مقنع ومبدع من المنتخب الايطالي اللي واضح انه بادي البطوله بمنتهى القوه. لكن مباريات النهارده في اليورو، ويلز مع سويسرا، دي مباراة لعبت الساعة 3 العصر وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، كانت سويسرا تقدمت وبعد كده ويلز اتعادلت في الشوط الثاني. الساعة 6 مباراة ما بين الدنمارك وفنلندا، والساعة 9 مباراة أخرى قوية جدا جدا ما بين بلجيكا وروسيا. بلجيكا طبعا بالنجوم اللي عندها، لعيبة كتير جدا مميزين طبعا، سواء إيدن هازارد لو جاهز، لوكاكو أحد أبرز نجوم الإنتر ولاعب كبير جدا جدا، وعدد كبير من اللعيبة المميزة في صفوف بلجيكا، فالمباراة أكيد هتكون مثيرة ومهمة جدا. وبلجيكا تبقى أحد المنتخبات المرشحة للبطولة في ظل التطور المستمر للمنتخب البلجيكي تحديدا على مدار السنوات القليلة الماضية. طيب دي أهم مباريات اليوم، هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هنرجع نتكلم بقى في بعض الأمور والتفاصيل المهمة اللي بتتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي. استنونا بعد الفاصل.